دكتور حسين، ممكن تقول لنا النصائح للمساعدة لتجنب التهاب الجيوب الأنفية؟ أنا دائما في الإمارات، طبعا أنا عندي عيادتي الخاصة، وكنت في مستشفى دبي، أنا رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة قبل ما أخذ المنصب دلوقتي في الوزارة، وكيل وزارة. أنا وكيل وزارة الصحة في القطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة في دولة الإمارات. فكنت بنصح المرضى بتاع اللي بيجوني في المستشفى ودلوقتي في عيادتي الخاصة في دبي، ان بيستخدم استنشاق المحلول الملحي. في حديث عن الرسول بيقولي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائم. معناته ايه بقى؟ الانسان طبعا الاستنشاق احنا كمسلمين بنستخدمه في الوضوء، بس حتى الاجانب بيستخدموه بس كايه؟ نيزل سبري، كبخاخ انف، محلول ملحي. فبنصح دائما المرضى بتاعتي بيستخدموا الاستنشاق او بيستخدم المحلول الملحي سواء بالسرنجة او بالبريشر، بينظف انفه 3 مرات في اليوم. اوكي. طبعا احنا كمسلمين نستخدم دائما 5 مرات الوضوء. فبيسلك، نقول عليه باللغه المصريه ايه؟ تسلك المجرى. مجرى التنفس بيسلك. شكرا جدا لحضرتك. الله يسلمك.